من جهته يكشف المدير الفني لنادي وفاق سطيف ضياء بوالحجيلات لشروق نيوز ما عاشه الفريق في لومومباشي. الامور الصعبه اللي عديناها في 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 في, في الكونغو يعني كان تحريض من طرف إدارة الفريق تاع 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 تيبي مازمبي، وين جاونا الأنصار تاع 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 تيبي مازمبي حتى للأوتيل، وين أرادوا أن يقتحموا الأوتيل، فهمت؟ لولا كيما يقول لك تفطن الجميع، يعني كإداريين وكذا كنا متفطنين، كانوا رايحين يقتحموا علينا الأوتيل. داروا لنا جابوا لنا كيما يقول لك الاداه الموسيقيه اللي عندها كيما يقول لك الفوليوم كبير، وين على بالك كي تسمع على بالك ودنيك على بالك يبغاو يطردقوا على بالك، فهمت؟ سما حبوا يديروا علينا ضغط كبير، والانصار ما بالك ما حبوش يخطيوا الاوتيل، حتى على بالك هددنا كيما يقول لك محافظ المقابله باللي تما يوم المقابله رايحين ننسحبوا. جاء محافظ المقابله ودار كيما يقول لك دار لا في كيما نقولها لو كونستا، شاف باللي كيما يقول لك الانصار هذو تما فاتوا الحدود، يعني تاع فاتوا الحدود، احنا الانصار تاعنا في سطيف جاو تولهم، ولو يعني نقدر نقول باللي الانصار تاعنا داروا خطا يعني لما راحوا للنزل تاعهم، ولو بصح حنا اللي نصر تاعنا قعدوا من 10 دقائق، حنا نهار كامل هما قدام الاوتيل تاعنا، فهمت؟ زايد على ذلك يوم المقابله اقتحموا غرفه الملبس تاعنا وين سرقوا كيما يقول لك ادوات تاع اللاعبين، كان فيها عندنا احنا امين المال حسن سنساوي وين ثاني اختطفوه، وكيما يقول لك نزعوا له كل كيما يقول لك التليفون تاعو الدراهم تاعو، ما منعش منها ثاني واسمو الرئيس رابطة إليزي، وين ثاني مسكين كيما يقول لك نحاولوا ثاني حوايجه، كانت فيها عنده دراهم كان واقده، فهمتها؟